يبدأ المسلسل مع مي ونعم، بنت عندها 13 سنة. حكايتها بتبدأ وهي بتعترف بحبها للولد اللي هي معجبة بيه، ولكن الولد بيتحرج لما تعترف له بحبها ويرمي هديتها بعيد ويسألها إنها إزاي ما اتحرجتش وهي بتعترف له، وإنه لو مكانها كان هيستخبأ في صندوق لأنها مش جميلة. وزمايله لما يسمعوه وهو بيهنها وبيناديها بالقبيحة يتريقوا هم كمان عليها وينادوها بالقبيحة. فمي ونعم ما تستحملش إهانته ليها وهو وزمايله وتمشي وهي حزينة، ولما تروح لبيتها تكون منهارة وبتعيط جامد لباباها لدرجة انها تكسر المرايات اللي في اوضتها وترفض انها تخرج من البيت بتاعها لمدة سنة كاملة. وفي مرة وهي بتلعب ببالونتها البالونة بتاعتها تطير، ولما تخرج عشان تجيبها شخص يعرض عليها المساعدة، فهي تخاف وتتوتر انه يشوف وشها وتلاقي جنبها على الارض كيس من الورق، فتاخده وتخبي وشها بيه وبسببه تحس ان كل خنقتها راحت. ويعد سنين وماي ونام تبدل الكيس الورق اللي كانت بتخبي وشها بيه لصندوق، وده لان الكيس الورقي بيكون خفيف وبيطير بسهولة، ويتحول الصندوق لحاجة مهمة في حياتها وتفضل 3 سنين محتفظة بيه على وشها. وخلال الثلاث سنين ما تخرجش من بيتها المرة، وتكون مكونة صداقات على النت مع ناس ما تعرفهاش، وتكون عايشة مع باباها واخوها الصغير بلوان. وخلال السنين دي كلها ما تشوفش وشها المرة، وما بتشيلش الصندوق من عليها حتى وهي بتاكل، وباباها يكون زعلان عليها ويكون عايز يشوفها زي باقي البنات التانية اللي في سنها، فيروح ياخد استشارة دكتورة نفسية لانه تعب من حالة بنته لدرجة انه عين مدرسين ليها يعلموها في البيت. فالدكتورة تقترح عليه انه يجبرها تخرج للحياة وانه لازم يكون صبور معاها. واثناء العشاء ابو مي ونام يعرف بنته انه سجلها في مدرسة اخوها وانها تبدا الدراسة من تاني يوم الصبح، لكن مي ونام صدم وما توافقش وانها ازاي هتروح المدرسه بالصندوق اللي على دماغها. فباباها لما يحاول يشيله تصرخ وتعيط وترجع تترجاه انها ما تروحش المدرسه، وباباها يكون متاثر وزعلان عليها جدا، لكن لاول مره يتمسك برايه وما يستسلمش لدموعها، ويعرفها انها هتروح المدرسه وانها لو مش عايزه تشيل الصندوق من على وشها تروح بيه. فمي ونام تقول لباباها انها بتكرهه وتروح على اوضتها وهي بتعيط، وباباها يزعل ويعيط هو كمان لانه مش قادر يستحمل زعلها منه، ويطلب من بلوان انه يروح ورا اخته ويفضل جنبها. وبلوان لما يروح لاخته يلاقيها منهاره من العياط ويكون معاها صندوق جديد ليها، ويطلب منها انها تشيل الصندوق من على وشها عشان يغيره لها بالصندوق الجديد، ولما تسمع كلامه وتشيله يطلع ان شكلها جميل جدا. واخوها يحاول يقنعها انها تروح المدرسه وانها تحس بالمتعه هناك، وانها لو ما ارتحتش ما تروحش تاني، وانه هناك هيحميها وهيمنع اي حد يتنمر عليها، وانهم هيجددوا الصندوق الجديد بتاعها عشان يكون مناسب ليها اكتر من القديم، ويحاول يخرجها من زعلها على قد ما يقدر. وتاني يوم باباها ياخدها هي واخوها للمدرسه، لكن مي ونام تكون متوتره ومش عارفه تنزل من العربيه، فلما باباها يشغل لها موسيقى عشان تهدى تخاف اكتر وما تقدرش تاخد نفسها، فباباها يقفل الموسيقى ويهديها، وبعد ما تهدى تعتذر له ان هي قالت له انها بتكرهه، فباباها ما يكونش زعلان منها ويحاول يظهر لها دعمه ويقول لها انه عرف كل المدرسين بحالتها وان مفيش حد هيلمس الصندوق بتاعها. ولما تنزل من العربيه باباها يعيط لانه بيكون خايف وقلقان عليها. ونروح لمي ونام اللي لما بتدخل المدرسه كل الطلاب بيبصوا عليها لان الصندوق اللي على راسها بيكون غريب بالنسبه لهم، ويفضلوا يشاوروا ناحيتها ويضحكوا عليها، ولما تلاقي كل الانظار عليها تحس بدوخه وتفتكر زمان الموقف اللي حصل معاها وهي بتعترف بحبها لزميلها وتكون هيغمى عليها، لكن قبل ما تقع يجي واحد ويمسكها ويكون لابس خوذه على راسه، وهي تكون خايفه منه وترفض انها تتكلم معاه، لكن يوقفها ويعرف نفسه ليها بان اسمه مينتون، ولما يطلب منها انها تقول له اسمها تخاف منه وتمشي وتسيبه، ولما تجري عشان تبعد عنه تخبط في زيرو اكتر طالب مشهور في المدرسه ويكون معروف بمشاكله كتير، ولما تعتذر له وتمشي يوقفها ويسألها على الصندوق ويطلب منها تشيله، فهي لما ما توافقش يتنمر عليها هو وشلته ويحاولوا انهم يبعدوا الصندوق عنها. وفجأة مينتون يزعق لهم ويطلب من زيرو انه يبعد عنها، فماي ونام تجري تستخبى فيه، وبعدين مينتون يقلع الخوذة ويقول لزيرو انهم يتقابلوا بعد المدرسة، وياخد ماي ونام ويمشوا. وبعدها تروح ماي ونام لفصلها وتعرف نفسها كطالبة جديدة لزمايلها في الفصل، وتكون خايفة وما تقولش غير اسمها، ومدرسة الفصل بتاعتها تطلب من زمايل ماي ونام انهم يحترموا خصوصيتها ويرحبوا بيها، لكن لما تدخل عشان تقعد على الكرسي بتاعها زمايلها يتنمروا عليها ويرموا عليها ورق ويفضلوا يضحكوا، ويطلع ان مينتون معاها في نفس الفصل ويكون متضايق عليها. وفي نص اليوم في وقت استراحه الاكل تروح تدور على اخوها لكن مش بتلاقيه، فلما تروح عشان تاكل من غيره يجي لها ولدين ويكونوا عايزين يشيلوا من على وشها الصندوق غصب عنها، والكل يفضلوا يضحكوا عليها ومفيش حد يساعدها. ومي ونام تقدر تبعدهم عنها وتسيب الاكل وتهرب منهم وتروح بعيد، لكن تكون جعانه بسبب انها ما كلتش حاجه، وتلاقي مينتون جالها وقعد جنبها ويكون لابس الخوذة، فهي تفكر انه لابسها عشان يتريق عليها، فهو يقول لها انه بيها بيحس انه احسن وهو لابسها وبيلبسها عشان وسيم والناس بتفضل تبص عليه. ومي ونام تكون حاسة بالجوع فهو يكون معاه اكل ويقسمه معاها، ويكون مفكر انها هتشيل الصندوق عشان تاكل، ولكن تفاجئه بان هي تاكل وهي لابساه، ويقول لها انه نفسه
نفسه يشوف وشها، فمي ونام تقول له انها مش جميلة عشان كده بتخبي وشها، وبعدين تحكي له انها ما خرجتش من البيت لمدة 3 سنين وان باباها اجبرها تيجي المدرسة عشان يكون عندها اصحاب، لكن هي متأكدة ان مفيش حد هيصاحب واحدة زيها. فمين تون يكون متضايق عشانها ويبان عليه الزعل، وتشكره على الاكل اللي قسمه معاها وتقول له انها ما حبتش المدرسة ومش هتيجي تاني. ومين تون يوقفها ويقول لها انه هيشوفها تاني وكل يوم وانه عايز يكون صاحبها. فمي ونام تفرح جدا لانه بيكون اول شخص يعرض عليها صحوبيته. وبعد المدرسة زيرو يتقابل هو ومين تون زي ما كانوا متفقين، ومين تون يقول لزيرو انه جبان لانه دايما ماشي مع شلته وانه لو راجل حقيقي يواجهه هو بس. فزيرو يطلب من اصحابه انهم ما يتدخلوش ويبداوا يتخانقوا هما الاثنين. واثناء ما مي ونام تكون مروحه تشوفهم هما الاثنين وهما بيضربوا بعض، وزيرو يكون بيضرب مين تون جامد، وفجاه شورتي يدخل فزيرو هو واصحابه يهربوا. واثناء ما زيرو بيهرب يلاقي مي ونام واقفه فياخدها معاه غصب عنها ويوقفوا يستخبوا في مكان فاضي. ولما مي ونام تمشي يوقفها ويشيلها الصندوق غصب عنها، ولما يبص في وشها يتنح في جمالها، ومي ونام تتعب ويغمى عليها. وتفوق تاني يوم وتلاقي نفسها في المستشفى وباباها يكون جنبها هو واخوها، وتفوق وهي منهارة لانها بتكون خايفة من ان في ناس كتير يكونوا شافوها ويكون عندها صدمة عصبية، وتفضل تصرخ وابوها يعيط جنبها وما تهداش غير لما الدكتورة تيجي وتخبي وشها بكمامة وباباها يحس بالذنب وانه هو السبب. لكن مي ونام تفاجئ بقرارها وانها ترجع للمدرسة تاني، وده بسبب انها عايزة تنتقم من زيرو. ويكون زيرو الوقت ده في المدرسة ويكون مش بيفكر في حاجة غير في وش مي ونام وانها ليه مخبية وشها رغم انها جميلة، ويتمنى ان يشوفها تاني ويلاقيها جاتله وتضربه بالقلم على وشه. ولما اصحابه يمسكوها زيرو يوقفهم ويقول لها انها لو عايزه تضربه ترجع تضربه تاني، ويكون بيزعق لها. فمي ونام تخاف وتمشي، فزيرو يروح وراها ويسالها هي ليه بتخفي وشها وانه مش هيسيبها غير لما تحكي له، فهي تقول له انه وشها فيه مشكله، فيسالها اذا كانت بصت لنفسها في المرايه قبل كده. فمي ونام تعرفه انها ما بصتش في اي مرايه قبل كده. فزيرو يحاول يشيل الكمامه اللي هي لابساها عشان يخليها تشوف وشها، فمين تون يجي ويحميها ويبعد زيرو عنها ويتخانق تاني مع زيرو ويفضل يضرب فيه. ولما خناقتهم تزيد مي ونام توقفهم، وينتشر اخبار على صفحة المدرسة ان في ولدين بيتخانقوا عليها. فمي ونام تقول لهم انهم صعبوا عليها الامور اكتر في المدرسة، فمين تون يقول لها انه من واجبه كصاحبها يحميها من اي حد يتعرض لها، ووسط كلامه يغلط في زيرو ويقول لها انه هيحميها من كلب زيه، فزيرو يتخانق معاه. فمين تون يقول له انه بيستمر في انه يضايقها عشان عايز يكون صاحبها، فزيرو وشه يتغير ويقول له لا. فمين تون يحس ان زيرو معجب بيها، فزيرو يسكت لفترة وما يكونش عارف يرد يقول له ايه. فمين تون يصر عليه انه يجاوب، فزيرو يقول له انها مش جميله ووشها مقرف. فمي ونام اول ما تسمع كلام زيرو تزعل ويغمى عليها، ومين تون يزعق لزيرو ويقول له انه متاكد انه بيكذب، وياخد مي ونام ويمشي. ويعدي اسبوع وتكون مي ونام حابسه نفسها في اوضتها ورافضه تخرج وانها تتكلم مع حد. وفي مره زيرو يروح لها البيت عشان يسال عليها، فباباها يزعق له ويقول له انها ما بتكلمش حد من اسبوع وبسببه حالتها بقت اسوأ، ويدخل وما يخليش زيرو يشوفها، وزيرو يكون متاثر وزعلان عليها. وتاني يوم الصبح مين تون يروح على بيتها هو كمان عشان يسال عليها، يعرف انها لسه ما خرجتش من اوضتها، فيطلب من بلاوان اخوها انه عايز يجرب يتكلم معاها. ولما يروح لها يصر عليها انها تخرج تكلمه والا هيفضل قاعد جنب الاوضه بتاعتها ومش هيمشي. فمي ونام عشان تخلص منه تضطر انها تلبس كمامه وتخرج تكلمه، فتلاقيه لابس صندوق على شكل بطه ويكون عامله لها مخصوص ويلبسه لها، ويكون عامل خوذه هو كمان على شكل بطه عشان يبقوا شبه بعض، ويطلب منها انها ترجع للمدرسه وانه هيفضل جنبها ومش هيخلي حد ياذيها ويقدر يقنعها انها تروح معاها المدرسه. وتاني يوم هو اللي يوصلها ويروحوا سوا. ولما مي ونام تكون لوحدها في المدرسه زيرو يروح لها ويكون لسه يعتذر لها على اللي عمله معاها. اخو مي ونام يفكروا بيضايقها فيزعق له وياخد اخته ويمشي. وفي نص اليوم بنت اسمها اسون تروح لمي ونام وتطلب منها المساعده، وان شله زيرو بيتنمروا عليها عشان مجتهده في الدراسه وبيقطعوا لها واجباتها، وتكون جايه لها لانها حاسه ان هي لا تقدر تتعامل معاهم. فمي ونام تتاسف لها وتقول لها انها قررت ما تورطش نفسها مع زيرو وتمشي وتسيبها. ووقت الغدا في طلاب تانيين يروحوا يطلبوا منها المساعده، وان زيرو بيتنمر عليهم وعدد الطلاب اللي بيطلبوا منها المساعده يزيدوا، فمي ونام تقرر انها ما تتدخلش وتمشي وتسيبهم. ومع نهايه اليوم اسون تجي لها وتقول لها ان زيرو بيضرب اخوها، ولما تجري على هناك تلاقي ان شله زيرو بيضربوا اخوها فعلا. ولما مي ونام تطلب من زيرو انه يوقف شلته يسمع كلامها ويوقفهم ويقول لها ان اخوها هو اللي بدا، فمي ونام تتعصب عليه بسبب اللي عملوه في اخوها واسون وباقي الطلاب. فزيرو يستغرب ويقول لها انه ما تنمرش على حد، فاسون تقول له انه لو هو ما تنمرش على حد فشل
شلته بتتنمر على كل الطلاب، فزيرو يلف لاصحابه ويضربهم ويقول لهم انه ما اتفقش معاهم انهم يتنمروا على الاضعف منهم ويكمل ضرب فيهم. فمي ونام توقفه وتقول له انه مش احسن منهم وان الشخص اللي بيستخدم القوه مع الناس بيكون شخص سيء، وتطلب منه يتوقف عن انه يضايق الناس. فزيرو يقول لها انه هيسمع كلامها مقابل انها توري له وشها مره تانية. فمي ونام تسكت وما تعرفش تعمل ايه. فزيرو لما ما يلاقيش منها رد يروح عشان يضرب اخوها ويهددها، فقبل ما يضربه مي ونام توقفه وتقرر انها تشيل الصندوق من على وشها. فزيرو يسرح فيها ويسيب اخوها ويطلب من شلته انهم ما يهددوش حد في المدرسه. وبعدها مي ونام تاخد اخوها وتمشي، وتقابل مينتون وتكون في حاله صدمه وتحضن وهي بتعيط لان الناس شافوا وشها لاول مره، وتعيط وتقول له انهم شافوا وشها القبيح. فمينتون يهديها ويقول لها انه هيفضل جنبها. ولما تروح على البيت اخوها يعرفها ان اتعمل لها صفحه بصورتها اللي اتنشرت وعدد المعجبين بيها بيزيدوا بشكل كبير، فهي ما تكونش مصدقه ان في حد ممكن يعجب بيها وانهم معجبين بيها بس انها وقفت في وش زيرو مش اكتر. وباباها يقول لها انه تعب من كتر ما قال لها خلال الثلاث سنين انها جميله، ويقول لها انها لو مش واثقه في راي حد اكيد هتثق في رايها، ويديها مرايه ويقول لها انها تشوف نفسها وانه بيوعدها انها تشوف بنت جميله، وتاخد منه المرايه بس ما يكونش عندها فضول لسه تشوف شكلها. ولما تروح اوضتها تلاقي ان الشباك مفتوح فتقلق لانها كانت قافلاه، وفجاه يظهر زيرو من ورا الدولاب بتاعها ويطلب منها انها ما تصرخش ويكون عايز يقول لها حاجه، وعمل كده عشان هي ما سابتلوش فرصه يكلمها في المدرسه، ويعتذر لها على انه اجبرها تشيل الصندوق وانه كذب عليها وقال انها مش جميله وان هي بالنسبه له اجمل بنت شافها، ويرجع يتاسف لها انه خلاها تعيط ويوعدها انه مش هيكذب عليها بعد كده. وبعدين يخرج من اوضتها من الشباك زي ما دخل ويسيبها وهي محتاره. فتروح تطلب من اصحابها اللي على النت انهم يروحوا يشوفوا صورتها الموجوده على صفحه المدرسه، فيقولوا لها انها جميله ومش محتاجه الصندوق. فمي ونام يجي لها اخيرا فضول انها تشوف شكلها، فتبص لنفسها في المرايه لاول مره من 3 سنين فتلاقي نفسها جميله وما تكونش مصدقه. وتاني يوم تروح على المدرسه من غير صندوق وكل الطلاب يبصوا عليها ويكون معجبين بشكلها، ومينتون يشوفها ويقول لها انها جميله. وفي وقت الغدا اصلا تروح لمي ونام تشكرها على مساعدتها ليها وتقول لها انها زعلت عليها لما لقيتها بتعيط، وبعدها يبقوا اصحاب. واثناء كلامهم يشوفوا بنت جميله جدا، ومي ونام تنبهر بجمالها، فاصلا تعرفها ان اسمها فيفان وتقول لها انها رئيسه الطلاب وانها معروف عنها انها مغروره. وبعد شويه مي ونام تقابل فيفان في الحمام، وفيفان تكلمها وتقول لمي ونام انها متابعه اخبارها على صفحه المدرسه ومعجبه بيها، وتكون بتكلمها بكل تواضع. وبعد ما فيفان تمشي مي ونام تكون ملاحظه انها لطيفه ومش مغروره، وزيرو يكون في الوقت ده بيعمل مشكله تانية مع الطلاب، ومي ونام تروح له وتوقفه لانه وعدها انه ما يتنمرش على اي حد في المدرسه. فزيرو يقول لها انهم علقوا على صورتها بطريقه وحشه، فمي ونام تزعق له وتطلب منه ما ياذيش حد فيهم. فزيرو يقول للطلاب بصوت عالي ان اللي هيكون ضد مي ونام هيكون عدو ليه هو كمان. وبعدين يطلب من الطلاب انهم يمشوا عشان عايز يكلم مي ونام، ومي ونام تساله امتى يبعدها عن المشاكل. فزيرو يقول لها انه مش هيبعدها لانه مش هيقف عن انه يضايقها، وانها تجهز نفسها انها تتعامل مع المشاكل بتاعته. فمي ونام تمشي وتسيبه وهي متضايقه، ومينتون يروح لزيرو عشان يساله هو عايز ايه من مي ونام. فزيرو يقول له انه وعد مي ونام انه مش هيكذب، فعشان كده هيقول له الحقيقه ويقول له انه في البدايه كان بيكره مي ونام لكن كل اللي هو عايزه حاليا انه يهتم بيها وبس. فمينتون يقول له انه بيهتم بيها هو وانها مش محتاجاه. فزيرو يتحداه ويقوله انه هيسيب الاختيار لمي ونام وان الافضل هو اللي هيفوز. وبس كده تتوقعوا مين اللي يفوز بقلب مي ونام؟ ده اللي انا اعرفه قريب جدا باذن الله. وبس كده احب انهي مع فراولات الامارات اللي بيكتبوا لي احلى كومنتات في الدنيا، وقبل ما انهي اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه وتتقابلوا مع ابطال احلامكم. بحبكم جدا، سلام.